حققت شركة ألمنيوم البحرين ألبا إنجازا آخر في مسيرتها نحو التحول إلى حلول وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وذلك في أعقاب إطلاقها لنظام مراقبة الأداء عبر الإنترنت في محطات الطاقة في الشركة وبهذه المناسبة قامت ألبا حفلة تشينا لهذا النظام الجديد حيث قال السيد علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألبا إن هذا الإنجاز يعد أول خطوة في مسيرة الشركة نحو التحول الرقمي من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في أصول الطاقة، ما يسهل التحكم بشكل أفضل في عمليات الطاقة والاستفادة من البيانات الفورية لتعزيز الإنتاجية. وسيوفر نظام مراقبة الأداء عبر الإنترنت لمحطات الطاقة في ألبا واجهة رقمية لمؤشرات أداء المحطات، كما سيعمل على قياس معدل تراجع الأداء فيما فيها باستخدام تقنيات تعزز اعتماديه اصول الشركه